ونرجع تاني بقى نتكلم بعد ما اتكلمنا عن التشكيل. كابتن طه، رأي حضرتك في تشكيلة النهارده؟ هو الحقيقه عمل تغييرات كتيره، يعني نزل تقريبا كل الناس اللي ما بتشتغلش، فيمكن بالنسبه للديفنس احتفظ بعلي معلول ومحمد عبد المنعم، وده له غلط فيها. علي معلول طبعا البديل بتاعه محمد اشرف، واعتقد ان هو يعني حاسس ان علي معلول ممكن تكتيكيا يفيد الفريق اكتر شويه، وخاصه انه ممكن ما يبقاش عليه ضغوط كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه فيقدر يكمل، عشان كده احتفظ بيه. وعبد المنعم يعني الوحيد اللي في نص في الديفنس ثابت جدا، عشان ما غيرش خط بالكامل، مش عايز يجاذب اكتر. عمرو السوليه وقندوسي، قندوسي لعب قبل كده، وعمرو السوليه برضو لعب على فترات لانه كان مصاب، فبرضه اداهم في البدايه معاهم قفشه. قفشه لعب في المباراه اللي فاتت في نهايه اللعب، نزل وعمل شويه تنظيم وعمل باصات وعمل لم الكوره، بقى ماسكين كوره في الفتره الاخيره بشكل كويس، وفعلا وصلنا لجول في كام تمريره اتعملت لشريف، وصل لجول في كذا مره. محمد شريف هو يعني البديل الوحيد بقى، يعني بقى هو كهربا، يعني الاثنين على قدم المساواه. وطاهر محمد طاهر يمكن كان بعيد شويه طاهر في الفتره دي، فريح هو حسين الشحات، فلكن كلهم لعيبه اساسيين يلعبوا، كلهم لعبوا قبل كده درجه اولى. النهارده ازاي هيلعبوا في الجيم دوت؟ قفش عليه دور كبير جدا مع عمرو السوليه واحمد القدوسي في نص الملعب، ازاي هنمسك كرة في نص الملعب ونحافظ عليها؟ لان اذا مسكنا الكوره في نص الملعب هنقدر نطور في الناحيه الهجوم بشكل كويس. خالد عبد الفتاح بيكمل كويس من الناحيه اليمين، هو كان بيلعب في سموحه بالشكل ده، وعلي معلول نفس الشيء. عبد القادر يقلل بس من الفرديه الزياده عن اللزوم، يعني هو عنده مهارات عاليه جدا ممكن ينقل الفرقه بشكل كويس من الناحيه الشمال فردي ممكن، وفي اوقات بيشتغل مع معلول بشكل كويس بيعمل اوفرلاب في الجنب الشمال بحيث واحد فيهم بيكمل من الناحيه الشمال ويعملها عرضيه، لكن عبد القادر عنده مهارات عاليه جدا ممكن يفيد جدا بس ما يغاليش فيها، وفي اوقات ممكن العب بسهوله مش لازم احافظ عليها. شريف قدامه فرصه ان هو برضه يعني هيبقى هو المهاجم الرئيسي في الفرقه، وهو في المباريات اللي فاتت في مباريات نزل فيها وسجل فيها، فانا شايف الفرقه ما فيش اختلاف. احتفظ بمحمد الشناوي على اعتبار انه برضه يعني هو عينه برضه على اساس بجانب ان هو مدي فرص، لكن في ركائز محتفظ بيها موجوده في الفرقه منهم الشناوي. طبعا الشناوي يعني كمان بعد الاصابه محتاج ان ياخد فتره طويله ويأكد وهو على نفسه، وهو برضو حاسس برضو ان ممكن المباراه ديت برضو الشناوي له دور فيها على اعتبار انه يعني في اختلافات شويه في لعيبه اتغيرت وكلام من هذا القبيل، فبرضو هو مركز من مراكز القوه الشناوي في الموجود، محمد عبد المنعم نفس الشيء، علي معلول، فهو محتفظ في دولت لهم دور كبير جدا في بناء الهجمات ولهم كبيرة في تنظيم اللعب عموما، لانه علي معلول له دور. عندك القندوسي النهارده هيبقى دوره هجومي اكتر من عمرو السوليه، وعلى فكره لعيب كويس قوي بيشوط كويس قوي، يعني بيشوط برجل الشمال كويس برجل الاثنين، لكن هو بيشوط يمكن اقل برجل الشمال، جاب جول مره في ماتش لكن للاسف حظه وحش ان هو حصل اوفسايد، لكن هو لعيب كويس برضه، فعنده فرصه ومتنفس نلعب في مباراه فيها راحة ما فيهاش ضغط كبير جدا. صحيح الضغط موجود لدى النادي الاهلي لانه عايز لازم الثلاث نقاط، لكن في نفس الوقت برضه النادي الاهلي بيلعب وهو عنده شيء من الراحة النفسية وهو بيأدي، فممكن القندوسي يأدي بشكل كويس ويبقى فرصة ان هو يظهر في هذه المباراة بشكل كويس، لكن انا شايف ان النادي الاهلي بالمجموعة دي ممكن ايضا ان هو يأدي بشكل كويس ويقدر ياخد المباراة بجدية من بدايتها، لان مفيش ابدا رفاهية ان انا افرط في نقط في الفتره اللي جايه ديت على اساس ما تتراكمش بقى المباريات الاخيره، ازنق في المباريات الاخيره، انا عايز اخلص اول باول وبعد كده اجرب براحتي.